انتهى عدد من المطربين في الفترة الأخيرة من تصوير كليبات غنائية جديدة، ومنهم الفنانة نيكول سابا اللي انتهت من أيام قليلة من تصوير أغنية مش وقت كلام. ونشرت نيكول سابا صورة من كليبها الجديدة على صفحتها على الانستجرام، وعلقت نيكول وقالت: صباحه مش وقت الكلام، وقت الاستعداد لوضع اللمسات النهائية قبل تصوير فيديو كليب الجديد غدا مع روي شكري. وأغنية مش وقت الكلام أغنية بتقدمها نيكول سابا باللهجة المصرية، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد سوني وتوزيع تميم. اما الفنان محمد عساف فانتهى من تصوير كليب سيوف العز وهينزلها الشهر اللي جاي على طول. وفي نفس الوقت نشر عساف فيديو ليه على صفحته على الانستجرام، وقال فيه انه مبسوط لان المعجبين عددهم زاد ووصلوا لتسعة مليون على صفحته. واتكلم كمان عساف عن البومه الجديد واللي انتهى منه من تسجيل 80% من اغاني الالبوم اللي هينزله بعد 3 شهور. انا حلمت وبقرب ايدل حققت حلمي. اليوم دور واحد فيكو يحقق حلمه. احلموا وما تخلوا أي حدا يوقف قدام أحلامكم، لأنه الأحلام إذا توقفت توقف الحياة، والحياة بتليق لإلنا. أما الفنانة أنغام بقى فبتستعد الفترة اللي جاية لتصوير فيديو كليب جديد من ألبومها الأخير أحلام بريئة، واللي طرحته مع شركة روتانا. لسه فاكرة أيام الطفولة، كان في سنة تانية أنا وسنة انغام لسه محتارة بين أغنية حتة ناقصة وبين البنين، لكنها استقرت على تصوير كليب في أمريكا. واخر كليبات انغام كانت أهيجات واللي صورتها في لبنان وحياة نجاح كبير جدا، وظهرت انغام في الكليب بشخصيتين.